مروما ايش تحبي انت؟ نحب نحب التعبين لبيت. شوفيني لهنا وكلميني. نحب التعبين لبيت بيتزا اليوم؟ ايه؟ ماني تعبه ميمتك. كيف نرتاح نعملكم؟ ايه وانت تحبيها البيتزا؟ شوفيني شوفيها حبيها البيتزا؟ ايه وكان بدي اعمل لكم تتغشي علي انت؟ لا فرحانة بك اكثر. عايش بنيتي عندك حتى قلب. عايش بنيتي لا على القلب. معناتها حتى كان بدي اعمل لكم مش بيتزا انت فرحانة بي؟ لا آه لا مال هاني مرومة. شوفي 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 ماما شوف شوفي ماما هاني عجنت البيتزا. شكرا. هاني مش نمشي نعمل لكم بيتزا. وي واش تلعبي انت؟ باش تلعبي باش ترى زيدي خلينا نشوف باش تلعبي بيتزا. اي محلاه البيتزا. وهذا بلبل جهاد. وهذا بلبل اللي كنت قبل بلبل جهاد. روما هاني باش نشوفوا البيتزا خمرت شنو ياك نمشيو مع بعضنا. نحبي ياسر بري ازاي هذيك نحبي اكثر من حياتي. عايش بنيتي نحبك ياسر. هاني باش نشوفوا البيتزا. هيا خلينا نمشي. عسلامة نحبكم تتوات الكل عيدكم مبروك كل عامكم انتم بخير. اتفرجوا على فيديو ماما عايشكم. عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بيكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. مرام بنتي حابه تتسجل حابه تتقالي نسجل معاك. قلت لها مال اعملي انت المقدمه وهاني نسمع فيك ما شاء الله عليها والله مش نورمال ما شاء الله عليها بنيتي. المهم هذه التلبيه اللي طلبها هي وجهاد من البارح يا اخي من برحة الاولى هما يطلبوا مني ماما غدوه عاملين. قلت لهم بعد غدوه ماما غدوه عاملين حصيلوا بيتزا واني راني مشاركتها معاكم اشاك فوا معناتها مش نوريكم جيست معناتها كيفاش عملتها لهم وكهو معناتها العجينه مشاركتها معاكم والصوص وكل شيء وتزينوا باللي عندكم. انا عندي شامبينيون عندي كريفات وعندي مرقاز وكل وفروماج بالطبيعه موتزاريلا وشويه بصل وانتم اللي تزيتون وانتم اللي تحبوا تزينوا به. راهي جد بنينه بنينه يا البنات على الاخر كيما قاعدين تشوفوا والله الصوره تحكي وحدها. وقبل ما ننسى يا البنات كيف العاده نصلوا على رسول الله مع بعضنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفوا لهنا قاعده نقص فيها والله جد بنينه. هذه عملتها زعما كي الشمس ما والله جد بنينه على الاخر. هذه الكعبه الاخرى بالكل اللي فما معناتها نحط باش نحطها فيها كان برشه ولا شوي. المهم والله الفايده في القوم تاعها جد بنينه على الاخر وطريه وما نحكي لكمش بالبنة حصيله. يعني ديما طريقتي هذه ديما نتابع فيها. وشوفوا الفيديوهات كان تحبوا طريقتي شوفوا الفيديوهات السابقين توا تلقوا الطريقه بالتفصيل. تحب تعمل اللي تحب تعمل بيتزا وجهه ناجحه وطريه او حتى كي تبات والله تقعد طريه البنات. وعندي زادة سلامي هكا زينت لهم بيه خاطر الصغار يحبوه في البيتزا كل. كان عندكم مثلا فلفل تنجموا تزينوا به اللي عندكم حصيله. وعملت معاها زادني شويه سلطه تونسيه. وكهو هذا هو فطورنا والحمد لله. اللهم ادمها النعمه واحفظها وبالزوال. ويا البنات كما العاده باش نقول لكم راهي البيتزا جات فاوحه وبنينه وريحتها زكيه. وتوا يا البنات قريب العيد مش مازال عليه. ان شاء الله عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله ربي يحييكم الامثاله وان شاء الله تعيدوا وتعاودوا مع عائلاتكم الكل. هاي مروم هذه بيتزا مروم امشي من غادي بارك هذه بيتزا شكرا. هذه بيتزا جهاد شكرا. عايش هذه هي البيتزا نتاعنا يا البنات. وهذه هي السلطه نتاعنا جبت حطيت فيها شويه مايس قطاني هذيك المعلبه والحمد لله والله هذا فطور والله فضلي منها معناتها البيتزا وقت تعرف البيتزا تشبع وتقنع وفضلي منها حتى العشاء. لهنا هكا صغيرات شايخين على البيتزا يتفرجوا على التلفزه وياكلوا ويلعبوا بالبيزل. مروه ما تلعب بالبيزل وجهات كان يلعب معاها بالبيزل ومن بعد ولا يلعب بالبلاب اللي يقولوا هم.
هصيروا هذه هي بيتزتنا نودكم ولا نشهيكم، وان شاء الله قسمكم في الجنة. وحبيت نفكركم يا البنات مناسبة العيد صلة الرحم، بادروا بالسماح والمغفرة، خاطر راهو عيد سماح وعيد مغفرة والمسامح كريم، وعندكم أجر كبير عند ربي. وما يدوم حال والله الإنسان باهي والبادر بالحسنى ويبادر بالصلح وكل شيء، كان عندكم مشكلة مع حد وإن شاء الله ربي يهدي الناس الكل ويهدينا لبعضنا يا رب. وتوا يا البنات باش نشارككم في الكلاص، الدنيا سخونه موت، وقلت بصراحه ما خيرش من كلاص الدار للصغيرات وكل وللكبار وكل، يبرد علينا فيها السخانه وان شاء الله ربي يبرد علينا الحال. المهم لهنا جبت لكم كلاص اقتصادي من ثلاثه مكونات اكهو، ساهل وبنين ومنعش وخير متاع الشارع بالف مره. يعني لهنا شدت عندي شوي بنان قصيتهم حطيتهم في البوات هذه، حطيتهم في الفريجو تكنجلوا شويه، وقصيت زاد الخوخ والتفاح باش نعمل معنا ثلاثه ترواجو، تفاح وخوخ وبنان. وعلى كل مثلا كيما نقولوا اكزامبل 400 غرام ولا 350 غرام مثلا بنان، عليهم كعبتين ياغورت، الياغورت نقول بنان زاد كيف كيف، وعملوا عليهم السكر هكا هو، حطوا في الميكسير بتاعكم ولا في الخلاط بتاعكم شنو، حطوا فيه البنان المكنجل خلوه يتحل شوي، حطوا فيه البنان وصبوا عليه الياغورت ورحوه مليح مليح مليح، ومن بعد زيدوا صبوا عليه عبوا معناتها بالكاس هذاك ولا حتى عينكم ميزانكم معناها الباكو هذاك نتاع الياغورت، عبوه سكر كلاص سكر محور وصبوهم وخلطوهم وحطوهم في البوات وحطوه في الفريج وخلوه يتكنجل. وهذا هو الكلاص نتاعنا، ساهل وبنين صدقوني بنا عالمية. واللي يحب معناتها حاجه صحيه وكل يعوض في عوض السكر محور ياما العسل، يعني ما عنديش عسل هكا علاش ما عملتش عسل، اما كي يبدا عندي العسل ديما نعمل العسل ديما، معناتها نميح الحاجه اللي تكون صحيا خير وطبيعيه خير. وكيف كيف الا وكيف كيف السكر كان ما تحبوش تعملوه ما تعملوش، معناها باش يجيكم هيلثي صحيا، معناتها اعملوه بغير سكر، اعملوا كالياغورت والبنان، البنان في حلو بالطبيعه والياغورت حلو كل، يجيكم هكاكا خير. اما اللي عندهم صغيرات ويحبوا معناتها يعملوا حلو يعملوا كما عملت انا تو، مثلا 400 غرام ولا 350 غرام غلا اي اللي تحبوا عليها، بنان فريز اللي تحبوا، تفاح خوخ عوينه اللي تحبوا انتم، عليهم زوز ياغورت وعليهم تعبوا بالباكو نتاع الياغورت هذاك سكر، وترحوا كل شيء مع بعضه وتحطوه في الفريجو يكنجل. هذا هو الكلاص بتاعنا والله يا البنات بنا عالميه. توا يا البنات باش نعمل باش نرحي التفاح، التفاح حطيت التفاح وحطيت معاهم زوز باكوات ياغورت زاده، كانت التفاح انا ما لقيتش حطيت طبيعي، المهم انتم كانت تلقوا التفاح حطوا التفاح، واني عندي الكلوران هو بالطبيعه وحاجه من الكلوران الصحيه مره يا اخي نحنا كل يوم نعملوا فيه الكلاص. المهم عملت شويه قطيره هيك قطره كلوران فير، عملت شوي اخضر باش حبيت يجيني لونه اخضر شوي كيما قاعدين تشوفوا، انا رحيته وباش نصبها كيف كيف في بواتو ونحطها في الفريجو. معناتها كانت تحبوه لونها هكاكا طبيعي خلوه طبيعي راهو على كيفكم، اما انا زعما حبيت نتفلسف ونعمل هكا حاجه، وبصراحه الالوان محلاها في الكلاص هكا، علاش كانت تحبوا اعملوا كيفي كانت تحبوا ما تعملوش الخطوه هذه، خاطر انا التفاح نتاعي لونه معناتها مستبيض هيك اخضر شوي مستبيض، المهم ماهوش كيف رحيته ولا اللي ابيض، قلت خليني ان نحط فيه شويه كولوران باش يولي اخضر. والله تشوفوهم بعد ولا فير بيستاش محلاه في الكلير لونه محلاه بصراحه. وتوا لهنا يا البنات باش نرحي الخوخ، بالنسبه للخوخ كيف كيف نفس المقادير، معناتها حطوا الخوخ نتاعكم حطوا عليه زوز باكوات ياغورت الجو الجو خوخ ورحوهم بالكدا، ومن بعد حطوا عليهم باكو معبي نتاع الياغورت هذاك سكر. ويا البنات لهنا معناتها اني باش نعمل عندي الشامندر هذاك ولا البتراف ولا اللي تحبوا عليه، اخترت اصغر كعبه وحطيتها حبيت على اللون الروز هيك، ما تحبوش تعملوا ما تعملوش خلوه لونه طبيعي، اماني خاطر ماكم تعرفوا البتراف قداش من منافع وكل شيء. انا يعني حطيت واحده صغيره على الاخر راهو اما توريها لكم، اما اما معناتها صحيح حطيتها لهنا. المهم حطيت شويه بركه صغيره ولا لي لونها روز روز تشوفوه بعد غامق، قلت كان ندري اني حطيت شطر بركه، المهم محلاه جي لونه يهبل وكل هاك تشوف فيه تو، شوفوه كيفاش هو يظهر كان لهنا كاني راحيه الفريز
عملت بالبتراف ولا شامندر اللي تحبوه، ولا السفاف مسموه لفت احمر كما تحبوا سموه، شوفوا لونه محلاه والقوام متاعه والله بنين على الاخر على الاخر، وعنده برشا فوائد. وهذا الجلاس نتاعنا محلاه يهبل، وان بليس معناتها ناكلوا حاجه نظيفه صحيه في الدار خير من حاجه الشارع بالف مره. بكعيبه تفاح وكعيبه خوخ وكعيبه بنان وكعيبه ياغورت، تنجموا تعملوا ابن جلاس في الدار ليكم ولصغيراتكم. ويا البنات راهو صدقوني كيف واحد يشري مثلا كيلو خوخ ويعمل مثلا نص كيلو ولا اقل شوي طيح لك كميه كبيره خير ما يشري الجلاس، والجلاس ماهوش رخيص، راه يبيعوا فيه في الشارع غالي، اقل كعبه تولت بدينار معناتها، عاد نشري ب 1500 ولا 2000 كيلو يعمل لي مرتين وثلاثه خير ما نشري من الجلاس من الشارع. وهذا هو الجلاس بتاعنا، شوفوا الالوان، هذا البنان وهكا الاخضر التفاح والروز هذاك الخوخ، بصراحه بنين جي على الاخر يهبل يهبل يا البنات. نودكم ونشهيكم وان شاء الله قصفوا في الجنه وفرحوا به صغيراتي برشا برشا برشا. شوفوا الالوان الزاهيه، الوان صيفيه يا مرومه مشي ايه. جلاس ماما بنين 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 ياس جربوا. اسمعوا عاد كلام مرومه، هكا قلت لكم جلاس ماما بنين جربوه، والله يا البنات كان جربوه ما تندموش، خاطر جلاس اقتصادي وما يتكلفش برشا، وان بليس اي ام عندها في الدار تنجم تعمله لصغيراتها، تنجم تعمله بزوز مكونات هكا هو الغله والياغورت، سينو تنجم تعمله بثلاثه مكونات معناتها الغله والياغورت والسكر، وكل حد كيفاش يحب. هذا هو جلاسنا، شوفوه محلاني يلا غالب هنا راني هيك المغرفه نتاع الجلاس تكسرت لي، ما قلت لك كسرت لي مرومه ما شريتش وحده اخرى، باقي راهم لي بولجو احلى وكل ميره وجي بنين بنين عالمي على الاخر. باهي تولي هنا البنات عندي الكليماتيزير ما عادش يبرد هكا بالكدا يا اخي، حبينا حليناه مش هكا لي فيلتر نتاعهم كلهم معناتها خرجناهم وغسلتهم والله مسخين لقيناهم على الاخر على الاخر، شوفوهم كيفاش، شوفوا هذا كل تراب وغبره وكل هكا غسلتهم بالقدا بالقدا وخليتهم يشيحوا كالبرة في البلكون ورجعناهم باش ولا الكليماتيزير يخدم بالقدا. ديما هو راهو الكليماتيزير لازم تنظيفه دوريه معناتها ديما نظفوه، والفلتر هذوما نتاع اللي هو لازم ديما ننظفوهم باش ما يتسدش يتسدوش يولي معاش يبرد بالقدا بالقدا. هيا قلت تاني صرفت صرفت ونظفت نظفت، هاي حتى الكليماتيزير نتذكر ونتذكر كل شيء. هكا هو اللي هنا غسلت معناها غسلتهم بالكدا، وهو اللي هنا راجل ينظف فيه معناتها من داخل الغبرة وكل، ونظف الكدا بالكدا ولا البنات، ومن بعد باش نخرج يخرج ينظف الموتير نتاعها من برا، حتى هو عمل هيك تنظيفة باهية لازم تنظيفة بصراحة، عندنا مدة ما نظفناش لازم تنظيفة بالكدا بالكدا. واقب تعرفوا الدنيا سخونه وكل شيء، عاد ربي برد علينا وعليكم الحال. البنات لهنا بحب نشكر تتا واتي وتتا منجيه وتتا وتتا منجيه وتتا هاجر، واختي بعثت لي اختي هذا التاي التركي مع الصفاي بتاع، وبعثت لي معناتها دي بيبرون بتاع بيبي، ويرحم ولدها خيتي يعني شاهيت تاي التركي المره اللي فاتت، مر المهم كيف جي اخويا المره اللي فاتت نقص برشا قضيات وكل ما وصلنيش، المره هذه هي قعدت في بالها كل شيء، وهكا بعثت لي مع لي بيبرون هذوما محلاهم كاليتي نتاعهم تهبل تهبل حاصل. وهوني وبالنسبه للتتواتي الاخرين نشكرهم ونقول لهم عيدكم مبروك الناس الكل يعيشكم، بعثوا لي حاجات وكل ربي يخليكم، وبعثوا للصغيرات حاجات والله حشمتوني على روحي، وان شاء الله ربي يخليكم ويطول في اعماركم ويفرحكم، وان شاء الله في حاجه. هكا بعثت لي هذه التتا منجيه، بعثت لي الفولاره هذه قالت لي البسها في النفاس محلاها عجبتني، وتتا وبعثت لي حاجه اخرين زاده، وبعث والله مسكينه بعثت لي حتى الفلوس الحق يا ربي بارك الله فيها، وتتا هاجر بعثت لي الفولاره هذه محلاها زاده، وبعثت لها هذوما للصغار وكل، وبعثت لي حتى زيت زيتونه تتا منجيه يعطاها الخير وكل شيء، وبارك الله في هذوما جيران امي في سوسه. ترى بالنسبه لتتا منجيه تربينا مع اولادها معناتها وكل ربي يفضلها وكل حصيل وربي يفضلهم ويخليهم. وهذا هو الفيديو بتاعنا يا البنات، ان شاء الله
تخلوا لي اللايك والكومنتار، وخليكم في امان الله وحفظه، وعيدكم مبروك الناس الكل. سلام.